جرب جرب ايه؟ فسقية حمدية أمي ليه كده؟ أمي حمدية ليه كده يا أكمل يا ابني تعمل كده؟ ليه؟ ليه تعمل كده؟ عملت إيه أنا يا بابي؟ ليه تقتلها؟ قاتل مين أنا؟ بص ليه أنا قتلت مين؟ حرام عليك، أنت اللي كتبت نفسها وحشك في المحكمة على كده. أوعى أوعى ليه يا أكمل؟ ليه؟ ليه ده أنا طول عمري بحبك وبخاف عليك؟ وليه السفلة دي تضيع مستقبل ابني؟ غوتيه أنت والشيطان، ده كان طفل بريء. آخر حاجة سمعتها وهو صغير، الوقت بقيت قاتل. مين اللي قاتل؟ أنت اللي قتلتها؟ أنت اللي قتلتها يا بابا يا ماما؟ لا هتشيل مكاني. اشيل ايه؟ شيلها. لا يا بابا اشيلها. ماشي بس مش شيلها. شيلها. شيل ايه؟ 15 حته هتاخدهم او اعدام. عايز ابنك يتعدم لحسين؟ وابوك يتعدم؟ ابوك؟ انت لو تعدمت العمر قدامك طويل، لكن انا لو رحت هتاكل وتشرب منين؟ زهر. هتعمل شعرك ازاي؟ زع. هتلبس ازاي؟ البس ايه بقى؟ ما احنا لبسنا حمدية يا بابا، لبسناها. طول عمري ما بحرمكش من حاجة، طول عمري ما بخلت عليك بحاجة. حتى الشراب الازرق الكاروه من الحتة اللي قدام دي عاملة كده دي. فاكر؟ اديتهولك. لا انا ما رضيتش اديتهولي، وقعدت عيط ابو عايز الشراب ما اديتهوليش. خدته ولا ما خدتهوش؟ لا سرقته. سرقته؟ اه سرقته من الضرفه بتاعت الدولاب بتاعت ضرفه الكرهات الشتوي. ايوه سرقته مني. سرقته ولا سرقته؟ سرقته يا بابا سرقته. سرقه يا حرام. عشان كنت عايزه. كنت عايزه؟ طب بس انت رجعته مخروم واديتك فلوس ساعتها، وانا كنت عارف انك انت سرقه. قلت لك اكمل حبيبي روح اعمل رفه للهدوم بتاعتك واعمل رفه لحاجات تانيه. فاكر لما قلت لك كده؟ ايوه. كان قصدي على الشراب الازرق. ايوه ماشي يا بابا. ما رفتوش. ما رفتش. ما رفناش ايه يا بابا؟ خلينا في الجثه اللي احنا فيها. جثه ايه؟ الله يرحمك يا حمدي. انت خلاص كانت عايشه جثه وماتت جثه. ياه.